استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هل تعلم كم استغرق منك قول ذلك؟ 4 ثواني. إذن عندما تستغفر ربك 100 مرة سيستغرق منك ذلك 80 ثانية، أي 1 دقيقة و20 ثانية تقريبا. كل هذا ونحن غافلون. هل ستبخل على نفسك ب5 دقائق من الاستغفار تقدمها زكاة ليومك، تمحو بها ذنوبك، تطهر بها قلبك، تعطر بها يومك، ترطب بها لسانك، ترضي بها ربك؟